النهاردة بإذن الله تعالى هنضع سؤال للشيعة الإمامية الاثنى عشرين. دائما ما يقول الشيعة أننا عندنا اثنى عشر معصوم، اثنى عشر معصوم. طيب العصمة دي عبارة عن أوبشن موجود في الإنسان، أنه لا يعصي الله، لا يذنب، لا يخطئ، لا ينسى، لا 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 لا, لا دي كلها تمام. فالله المستعان. فالأوبشن الجديد ده اللي موجود في الاثنى عشر المفروض ان هو ليه يعني المفروض الاثنى يعني يستعملوه. فلما احنا بحثنا في كتب الشيعة ودورنا لقيناهم ان هم عاديين، يعني ما استعملوها لا في انفسهم ولا لغيرهم. عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل أعطى العصمة الغير مطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم في التشريع، ويدل على ذلك القرآن الكريم، لكي يستعملها في مسألة حفظ الدين، حفظ القرآن الكريم. فالقرآن جلنا بفضل الله عز وجل محفوظ. العصمة عند الاثنى عشر بماذا استفادت الأمة بها؟ يعني اثنى عشر معصوم عندنا وفي الآخر النهاية كارثية. يعني إيه النهاية كارثية؟ لا هم استفادوا بها ولا استفاد بها الشيعة ولا استفاد بها الأمة الإسلامية. فإحنا عايزين من الشيعة المكرمين كده إنهم يذكروا لنا استفادوا من العصمة بإيه؟ بماذا استفادت الأمة من عصمة الاثنى عشر؟ بماذا استفادت الأمة من عصمة الاثنى عشر؟ وإلا وجوده زي عدمه. يعني الوجود زي العدم، وجود العصمة زي عدم وجود العصمة، وإلا يقولوا لنا احنا استفدنا منها ايه؟ استفدنا من العصمة ايه؟ لان مش معقول احنا هنمشي في ساقية وما ندور، هنمشي عمي وما ندور، يعني امشي عم ورايا وخلاص، معصوم معصوم، ايوه ماشي معصوم ماشي ما فيش مشكلة، انا اتمنى انه يكون معصوم، بس لما اتمنى انه يكون معصوم يبقى لازم العصمة دي انا استفاد منها بشيء. فأنا ولا غيري ولا غيري ولا غيري ولا غيري ولا غيري استفاد من العصمة دي بشيء. يبقى بماذا استفادت الأمة من عصمة الاثنى عشر؟ ومش معقولة الأوبشن ده محطوط كده. يعني الله عز وجل لا يعطي شيء هباء، لا يعطي شيء بغير حكمة. فإحنا عايزين النهاردة نعرف العصمة دي الله عز وجل أعطاها للمعصوم عندكم ليه؟ وبماذا استفادت الأمة من هذه العصمة؟ أنتم كشيعة لم تستفيدوا منها بشيء. إزاي؟ عندكم كل ما نيجي نسأل واحد يقول لك ليس عندنا كتاب صحيح. طب جميل، أو بعدين طب نروح للأحاديث، يقول لك لا الأحاديث نعرضها على القرآن، على القرآن. طب أنت مين بقى عشان تعرضها على القرآن؟ أصلا غير المعصوم. طب ناخد من مين؟ ناخد من الرواة. طب الرواة دول معصومين؟ لا والله مش معصومين. أيوه ماشي، لكن في النهاية التوتال النهائي إيه؟ مفيش، مفيش. هنضحك على بعض؟ ما ينفعش، ده دين، ده دين. طلعتك من عربية فيت، ركبتك عربية مرسيدس، يبقى لازم تستعمل عربية مرسيدس. ما بتعرفش تركبها انزل منها، ولا مش مظبوط؟ طب يا سيدي انت ركبت العربية المرسيدس، استعمل الاوبشنات اللي فيها. طب ما استعملتهاش، يبقى تنزل تقعد في الفيت، يبقى مالكش مرسيدس، ولا مش مظبوط؟ فاحنا عايزين من الشيعة يقولوا لنا بماذا استفادت الأمة الإسلامية، بماذا استفادت الأمة الإسلامية من عصمة المعصوم عندكم. هل حد هيجاوبنا على السؤال ده ولا هندخل في أسئلة تانية؟ يعني حتى اللي اتصل اتصل سني يا اخوانا يا احبة، ما حدش اتصل على التليفون ده، عايزينه صامت، يعني عايزينه صامت، تليفون الشيعة عايزينه صامت عشان نوروه للناس. اهو يا جماعة اتفضلوا، تليفون الشيعة مش عايز، مفيش حد عايز يجاوب على السؤال المطروح. بماذا استفادت الأمة الإسلامية من عصمة المعصومين؟ يجي شيعي يقول لك طب ما انتوا ما استفدتوش. يا عم احنا، انت مالك بينا؟ يعني احنا ما استفدناش، لا استفدنا من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم الغير مطلقة كمان. ايه رأيك بقى؟ فالله المستعان. فلو سمحتم يا شيعة عايزين نصل إلى الحق معا. فالسؤال المطروح بماذا استفادت الأمة من عصمة الاثنى عشر إماما عندكم؟
قولوا لنا استفادوا ازاي. والله فعلا قدرت تحللها شرعا وتقنع الناس شرعا ان في استفاده، والله ماشي الحمد لله، كان بها ونعمه، وانا اول المتبعين كمان. ما قدرت تجيب يبقى ما فيش. اصل الامام يعلم الغيب، طب ما استعملش الغيب ليه؟ يعني ما استعملش خاصيه ان الاوبشن بتاع علم الغيب ليه؟ على الاقل كان حمى فاطمه مثلا، تمام، والله يعلم متى يموت وكيف يموت، ولا يموت الا باختيار منه، طب هرب ليه؟ طب علي بن ابي طالب عارف ان هو اثناء ضرب الزهراء رضي الله عنه وارضاها كما يدعي الشيعه ان هو لن يموت، يعني لو دافع عن الزهراء لن يموت. طيب يعني طب الاوبشنات دي كلها موجوده وما استعملهاش، يبقى نرجعوا للعربيه الفيت على طول. يا شيعه منظر التليفون كده مش حلو بجد، يعني منظر التليفون كده مش حلو. يعني حاول تروح ليوتيوبر، حاول يوتيوبر شيعي طبعا، حاول تروح لمعمم عندك، حاول تروح لشيخ عندك، حاول تروح لوالدك لو كان بيفهم في الدين، حاول يعني حاول ايه، حاول كده نجد اجابه على السؤال.